مشاهدي شوف تيفي، مرحبا بكم مع هذا البث المباشر، مع هذا اللقاء مع اللي كيحضر معنا فيه واحد من اساطير فريق الرجاء الرياضي، واحد من النجوم السابقين للمنتخب الوطني المغربي، سعيد غاندي، اللي بصم على مسيرة مميزة مع فريق الرجاء الرياضي، توج من خلالها بعدد مجموعة من الألقاب، كذلك بصم على أداء مميز وعلى مسيرة حافلة مع المنتخب الوطني المغربي. سي سعيد غاندي، مرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صافا، أمورك هانية صحيحة؟ الحمد لله، الأمور الحمد لله، اللهم لك الحمد. سي سعيد، بداية بليكيب ناسيونال، المنتخب الوطني المحلي اللي غيخوض هذا المساء او غيخوض مساء يوم غد الجمعة مباراة مهمة امام المنتخب الرواندي، كيفاش شفتي الاداء ديال ليكيب ناسيونال في المباراة الاولى في الشان امام المنتخب ديال الطوب؟ اول مرة باش نخرجوا لهذا الموضوع بصفة جدية، تنقول النظارة والمستمع الكريم انني غنهضر كرياضي وكمغربي. الفريق الوطني تنقولوا، حيت ملي تنقولوا الفريق الوطني لما تنقولوش الفريق المحلي ولا الفريق اسمه الفريق الوطني، حيت الرايه المغربيه اللي غادي تطلع. شفت لا بروميير ميتون تاع الماتش، ولكن يمكن تعليمات تاع المدرب، يمكن فكره المدرب تكون يعني على صواب في السيستم، لي ولو انه ما كاين سيستم، اعطيهم ان سيستم باش يلعبوا، حيت الكره انا اللي تنعرف الكره هي اصلها لا سيركيلاسيون، الكويريه المزيانين الكتيش ديال الجول تيعطيها للاريير تيعطيها توب لا سيركيلاسيون وتبنيو باش يوصلوا. هاد المباراه كلها اللي ربحوا وبينالتي سيتي كو دو شونس. يعني بينالتي مني بدات المباراه وهو تيشدها الجول تيضربها برجله لافا سنتر، تتمشي الكره تترجع له تيشدها الجول تيضربها، ما كاينش داك اللعب اللي مولف المشاهد الرياضي المغربي تيشوف. بالك ما كاينش انسجام، شنو ناقص ليكيب ناسيونال؟ انا جيك، ما ليكيب ناسيونال ما ناقصها حتى حاجه، اللعابه كاينين، التيران كاين والكره كاين، ولكن بكري تنشوفوا حنا الكوتشي، ماشي الكوتشي، الكارو غادي فيه جوج الخيل وواحد قدامهم ثلاثه، هذاك القدام ولا شوف السكي ديك اللي ترينو الكلاب وواحد القدام، هذاك اللي قدام سي لو كابيتان اللي دار تيديروها. دونك دابا الفريق الوطني خاصو ان كونيسور، كابيتان ديكيب يكون ان كونيسور، حيت ملي تدخل التيران لونترينور مات تيبقى الكابتن ديكيب كيديرج ليكيب. انا كما قلت لك في الاول التعليمات ديال المدرب، ولكن التعليمات ديال المدرب راه خاطئه. حنا ملي تنقولوا الفريق الوطني خصنا نشوفوا الكره ديالها فين وصلات، ماشي غير ربحوا هذا الماتش والماتش الثاني نشوفوا نديروا فيه، لا ما كاينش، لعب الكره ربح عن جداره واستحقاق، تربح بالبينالتي، كاين البينالتي راه في القانون ديال كرة القدم، راه في العشرة، واحد من العشرة القوانين ديال كرة القدم بينالتي، ولكن هو آخر من كلاسي هو التاسع، دونك لا فالور ديالو ماشي شي حاجة. سي سعيد، كيقول لك بلي الأداء ديال الفريق يقدر يتحسن مع توالي المباريات؟ أنا قلت لك قبيلة، يعني فاقد شيء لا يعطيه. لعبنا مع فرقه ماشي يعني واعره، فرقه كانت على بورتي ديال ليكيب ناسيونال ديالنا، والقسمين الاولى اللي تحركت الكره بون، يعني كرجل ميدان قلت غادي نربحوا بواحد على الاقل بواحد 3-0، باسكو ليكيب مونك دو كويزيون ليكيب ادفيرسير، فاذا به طحنا في الفخ اللي طاح اللي داروا لنا دابا، هو انه تبعناهم في لعبهم، ضرب وتبع. حنا المغربي حتى في حياته الشخصيه رقيقي، ماشي ديك ضرب وتبع اللي قلت لك قبيله، يعني اللي تيتضر في هذا الشيء هو النظاره الكرام اللي تيبركوا يقالوا التلفزيون وتيشوف
حقيقه ربحنا في رحلتنا كاملين، ولكن المباراه اللي جايه راه قبيحه واعره. انت بغيتي تكلفه وما حتى ما بغى يتكلفه. ثاني ما عرفتش انا نقول لك حتى المدرب واش عنده يعني لو ديريكتور تكنيك تيكون معاه كوم كونسيي كوم. حنا دابا هنا في ملي كنشوفوا برا تيشوف المدرب ما تياخذش شي تغيير شي فرقه حتى تيتشاور. حنا هنا لا، انا ربكم الاعلى ندير اللي بغيت. لا سيدي ماشي انت اللي بغيت، راه متبوع، راه عندك مغاربه تيتفرجوا فيك، راه عندك سلطه عليا بركه تتفرج فيك، خصك ترد البال شويه. اذا هذا كان رايك سي سعيد غاندي في الاداء ديال المنتخب الوطني المغربي المحلي اللي كيشارك حاليا في دوره الكاميرون ديال الشان. نمشيو للفريق الرجاء الرياضي، شنو بان لك في الاداء ديال النيفو والمستوى ديال فريق الرجاء الرياضي دابا؟ فريق كيشارك ولا كينافس على على اربعه ديال الواجهات تشامبيونز ليغ، تشامبيونز ليغ فهو خرج منها، دابا داز الكاس الكونفدراليه باقا ليه البطوله كيتصدرها، عنده كاس العرش اضافه الى النهائي ديال كاس محمد السادس للانديه الابطال. شنو بان لك المستوى ديال الرجاء الرياضي؟ بس سولتيني على المستوى ديال فريق الرجاء البيضاوي وقلتي النتائج ديالو، هي تتبين بانه الفريق الرجاء الرياضي راه كاين عراجه واحده. انا دائما تنقول لهم فاسمو ماشي حيت الفريق ديالي اللي انا ولد 7 سنين وانا فيه، حتى خرجت وانا عندي 3 الاولاد وغير بغيت نحط الصاك ديالي ونخرج في حالتي، ما يمكنليش نقول فيه شي حاجه قبيحه ولو تكون. الرجاء دائما تيبقى الرجاء، الرجاء راه هو المرآة. انا دائما تنقول لهم ومع كل احترامات للفرق الاخرين، راه الرجاء ماشي حيت ولاد الدار البيضاء، راه الرجاء والوداد هما لو بورت درابو دي فوتبول ماروكا. راه من غير هاد الفراقي غير يحاولوا الانسان يصحوا تاتم. دابا شو ملي شي لعب تيكون منسي ما كاينش، ومني وغادي يلعب ليكيب ديالو غتلعب مع الرجاء وسجل بيت على الرجاء، ولا غادي يلعب مع الوداد وسجل بيت على الوداد، الغطي عيطوا له ليكيب ناسيونال او راه ماركه على الرجاء او راه سجل على الوداد. انا في الاول قلت لكم نهضر كرياضي ماشي حتى نقول الوداد ولا انا تنهضر كرياضي. المستوى كيفاش كيبان لك دابا المستوى؟ مستوى الرجاء غادي تتحسن من احسن الى احسن، مع كل اسف اللعابه اللي تيكونوا في المستوى ماشي المستوى الرفيع بزاف، ولكن مستوى اللي تحقق اللي تتعطيه قدره يلعب في الرجاء تيتمعتين. انا ماشي غنقول لك لعاب ولعاب لعاب واحد تيدير السعاده الفريق، لا 11 لعاب تتحمى، ولكن تيكون دائما واحد سي لو ديريجون في التيران لانيماتور، تتكون الكره طقطق حتى تيخرج لك هذاك. مع كل اسف عندها لي بليسي بزاف. والرجاء الرجاء يعني هاد النتائج اللي حققت ما حققتهمش بالجهد تاع شي واحد، بالجهد ديال اللعاب الجهد ديال اللعابه. اما كل واحد جا للرجاء راه عنده هدف شخصي ديالو، المدرب راه تيتخلص وتياخذ قدر يحترم، خصك تأدي الواجب ديالك. المسؤول ديال الرجاء راه تتعطاه اسم في التاريخ، راه سير الرجاء، راه كان في الرجاء. ملي تيتم غادي في الزنيق يقدر الشرطي يصفر عليك انت يدير لك بروسي وتيصفر ديز بريزيدون تاع الرجاء الوداد تيقرد فيه. شتي جرت لهم الرجاء الوداد وبالاخص الرجاء، حنا نوقعوا في نطاق الرجاء. الرجاء مع كل احتراماتي للسلطة العليا ستان ظهير تكون تسير الرجاء، راه ماشي غير لحقو سير الرجاء. دابا الجمهور ديال الرجاء كيشوف بلي الفرقة خاصين لاعبين في مراكز كيطالب بانتدابات، كتشوف الرجاء خاصها انتدابات حاليا؟ هو يا أول مرة الفكرة ديال الجمهور تحترم، حيت هذاك الجمهور هو اللي يحيا اسم الرجاء، وهذاك الجمهور هو اللي خلق الاسماء ديال لعابه الرجاء، ويعني ولا قال شي حاجه راه تيقولها على صواب. يعني الجمهور الرجاء والجمهور الرجاء ماشي جمهور كيف ما كان، جمهور الرجاء يعني بيضاوي مثقف محترم في حياته. اذا ملي تيقول لك شي فكره عرف راك فكره تترجع عليك بالصلاح باش يديروا هذاك الشيء. انا ضد الرجاء تشري اللعابه، وانت عندك مدرسه، اول حاجه
شوفي دي كادر كومبيتون وديريهم في مدرستك ابناء الفريق. اي بيان لا ابناء الفريق اللي ما كانش مثقف يمشي يتثقف، ما عمرو داس في مدرسه، ما عمرو اسمه تعطيه ولد الناس بديت هو براسو ما تعرفش كاسكو سكري فوتبول. لا كاين ولاد، كاين الناس اللي في المستوى العالي في الثقافه في لي ديبلوم ديالهم اللي خارجين من 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 اسمو لي زينيسياتور، يعني الانيسياتور هو اللي تيهبط عند الدراري من 7 سنين لعشر سنين كاينين يديروا في المدرسه. علاش؟ حيت تربي ولدك بحال ولدك، تتربيه اول حاجه تتخلق فيه هو حب العائله، العائله ديالو هي الرجع، هو الطفل يعاود فرقته وتطلع عنده دوك لي زاستيج دوك العيبات دوك التحرميات ديال الراجع، حيت من صغرو 27 هو تيتفرج في الكبار. ملي تيدير شي لعيبه هو من صغير تيقول لي بو علاش درتي هذيك، تيقول له بابا راني شفت في التلفزيون دارها عليوات، بابا راني شفت في التلفزيون دارها بهيجه، بابا راني شفت في التلفزيون دارها حميد، دارها بيتشو، دارها ظلمي، دارها بوينيني، ديروا هادو هما الاسماء اللي في الرجاء اللي تيتعطاو الاسم ديالهم.